خلال لقائهما في الخرطوم الرئيسان عبد الفتاح السيسي والبرهان يشددان على رفض أي إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق. في اليوم الثاني من زيارته التاريخية للعراق، بابا الفاتيكان يلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني ويزور مدينة أور القديمة. ومعكم في أخبار الاقتصاد، المالية تؤكد المضي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري لمواجهة أزمة كورونا. الثانية من الفضائية المصرية، مرحبا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وشهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق على أن المرحلة الحالية التي يمر بها هذا الملف تتطلب أعلى درجات التنسيق بين البلدين، مع التشديد على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق. كذلك تم التوافق على تعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويكون ملزما قانونيا ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصة من خلال دعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في هذا الملف. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في المجالات كافة ومساندة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان. كما شدد الرئيس على أمن واستقرار السودان وأنه يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر. من جانبه أعرب البرهان عن ترحيب السودان قيادة وحكومة وشعبا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا الحرص على تفعيل المشروعات المشتركة بين البلدين. كما أعرب عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان في المجالات كافة لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك بالمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية وتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا. وتم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حاليا المحيط الجغرافي للدولتين. كما التقى الرئيس السيسي خلال زيارته إلى الخرطوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي أشاد بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو تثبيت الاستقرار في السودان، وكذا محورية الدور المصري في صون السلم والأمن بالقارة الإفريقية. هذا وأكد الرئيس حرص مصر على دفع التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بتنفيذ مشروعي الربط الكهربائي وربط السكك الحديدية وتعزيز المناخ المواتي لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، إلى جانب تفعيل أنشطة اللجان الفنية المشتركة بين مصر والسودان، وكذا تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين، أخذا في الاعتبار شمول تلك الاتفاقيات شتى جوانب التعاون الثنائي. من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلا عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها، وكذا الاستفادة من نقل التجربة المصرية الملهمة في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية والمساعدة على مواجهة التحديات في هذا الصدد. هذا وتمت مناقشة آخر مستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافل للدفع نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري بالخرطوم، وأجريت مراسم استقبال رسمية لسيادته عزف خلالها السلمان الوطنيان للبلدين وتم استعراض حرس الشرف. وتأتي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسيخا لجهود مصر في دعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية التي يمر بها، بالإضافة إلى التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى بين البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير بعد التحية، زيارة تاريخية تأتي في وقت وظروف دقيقة، برأيك هذه الأهمية للزيارة والاتفاق على تعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا كافة خاصة ملف سد النهضة الإثيوبي، برأيك ما الذي ينتظر أن تسفر عنه هذه الزيارة؟ أشعر وكأن الرئيس يزور إسكندرية أو أسوان في السودان. في جيلي كنا نهتف لراية مصر والسودان، وحتى كنت في الجامعة رئيس اتحاد الطلبة كان سودانيا، وحتى الآن مصر لا تعتبر إخواننا من السودانيين المقيمين في القاهرة وهم بالملايين، لا تعتبرهم أجانب وترفض تسجيلهم كلاجئين أو كأجانب. إذن هذا هو لب العلاقات كيفما ينبغي أن تكون. وبالتالي فهذه زيارة تسلب القلوب، ونشعر أننا بخير وبأمان إن شاء الله. ورحم الله الرئيس السادات الذي كان يقول أن حدود مصر الجنوبية هي جوبة وحدود السودان الشمالية هي الأسكندرية، نحن بلد واحد وكل ما يمسنا يمسنا معا، وكل الخير لنا معا إن شاء الله. ثم جد جديد وهو حكومة جديدة في السودان تغير الوجه الذي كان قد يعني تعامل معنا بأسلوب سلبي في عهد البشير والترابي، ونبدأ في التعاون الحقيقي الذي هو في مصلحة شعوب المنطقة كلها. ولدينا من القضايا ما يشغلنا فعلا قضايا إيجابية في مسألة تبادل التجارة، فتح الحدود، حركة المواصلات، الربط الكهربائي، الاستثمار في الزراعة، كلها مسائل إيجابية تهمنا. ولدينا مسائل تشغلنا من ما يجري في سوريا أو ليبيا، وليبيا جار لكل من مصر والسودان، ما يجري في الصومال بالقرب من السودان، وما يجري في اليمن، كلها مسائل أمنية تشغل الأمن القومي العربي المصري السوداني. ومن هنا تأتي أهمية الزيارة، لكن نرجو إن شاء الله أن تصب الزيارة أيضا في تنسيق المواقف فيما يتعلق بموقف البلدين في شأن النيل الأزرق، وتوزيعه توزيعا عادلا يتفق مع قواعد القانون الدولي. ولحسن الحظ أننا بكل أمانة لا نجد مشكلة فنية حقيقية في هذا الموضوع، والوصول إلى يعني تسوية ترضي الجميع الأطراف أمر هين وممكن إذا حسنت النوايا، لأن الحمد لله المياه متوفرة للجميع، وإثيوبيا لا تستخدم مياه النيل الأزرق وإنما تعتمد تماما بنسبة 99.5% على الأمطار. ولكن نريد هذا السد أن يكون آمنا، نريد أن نقلل الخشية من احتمالات انهياره فيغرق السودان ويزعج مصر جدا، أو أيضا مسألة تدفقات المياه ينبغي أن تكون بانتظام وليس حسب ما تحتاجه التوربينات، لأن طبعا سد يولد الكهرباء معناها أنه لا يولد كهرباء إلا إذا مرت المياه في اتجاه الشمال، وهذه نقطة إيجابية. كل هذه مسائل ينبغي أن نبني عليها، وأعتقد أن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من فضله يسر لمصر والسودان قيادتين عزيزتين تستطيعان التعامل بشكل فيه كل الحسم والحزم والعقل، بحيث نصل بإذن الله إلى ما يرضي شعوب المنطقة كلها. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جولة تفقدية في محافظة المنوفية لمتابعة العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها لتطوير قرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واستهل مدبولي جولته بتفقد قرية شما التابعة لمركز أشمون، حيث تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها بالقرية. واستمع مدبولي إلى شرح حول مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى 54 قرية من قرى مركز أشمون، على أن يتم البدء بقرية شما كنموذج مبدئي لباقي القرى. كما تفقد رئيس الوزراء معرضا لمنتجات الحرف اليدوية. وفي هذا الإطار وجه مدبولي بدعم الحرفيين ومنتجاتهم من خلال توفير الدعم الفني لهم وإتاحة المزيد من برامج التدريب، إلى جانب تنظيم معارض دائمة لتسويق منتجاتهم. كما تفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها في مركز الباجور، ومنها محطة مياه الشرب، حيث استمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي لمحطة المياه التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 34,000 متر مكعب يوميا بتكلفة تبلغ نحو 808 ملايين جنيه لخدمة نحو نصف مليون مواطن موزعين على مدينة الباجور وجميع القرى التابعة للمركز وعددها 48 قرية. كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تبطين الترع بقرى مركز الباجور، وأكد مدبولي ضرورة إنشاء سور سلكي حول حواف الترع في الكتل السكانية لحماية الأهالي ومنعا لإلقاء المخلفات. عقب ذلك تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأعمال الإنشائية لمحطة مياه الحامول التي تبلغ تكلفتها نحو مليار جنيه تمهيدا لدخولها الخدمة. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الأعمال الإنشائية والموقف التنفيذي لها، حيث أشار الجزار إلى أن المحطة مقامة على 7 أفدنة وتخدم 350 ألف نسمة في مدينة وقرى مركز منوف وسرس الليان. وخلال الجولة أشاد رئيس الوزراء بحجم الأعمال المنفذة بالمحطة، مطالبا بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ بما يسهم في دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام تقويم الشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول سيتم من خلال عقد امتحان موحد غدا لجميع المواد متعددة التخصصات، فيما يتم تدريسه داخل ورقة امتحانية واحدة بدون درجات، حيث ستكون النتيجة اجتيازا أو عدم اجتياز، على أن يكون اجتياز الطالب لهذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني. في ثاني أيام زيارته إلى العراق، ندد بابا الفاتيكان البابا فرانسيس بالإرهاب المسيء للأديان، مشيرا إلى أن جميع الطوائف العرقية والدينية العراقية عانت من الحرب والإرهاب. وخلال لقاء الأديان والصلاة المشتركة في مدينة أور الأثرية بجنوبي البلاد، دعا البابا فرانسيس إلى احترام حرية الضمير والحرية الدينية في كل مكان، مؤكدا أن السلام لن يتحقق من دون مشاركة وقبول الجميع وبدون عدالة ومساواة بين جميع فئات المجتمعات. هذا ومن المقرر أن يترأس البابا فرانسيس عصر اليوم قداسا في كاتدرائية القديس يوسف في وسط العاصمة العراقية بغداد. وفي مدينة النجف عقد بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني لقاء تاريخيا مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، في أول لقاء من نوعه بين بابا للفاتيكان ومرجع شيعي أعلى. عقب اللقاء أكد البابا فرانسيس أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية لتشجيع الاحترام المتبادل والحوار والمساهمة في تنمية العراق والمنطقة بأسرها. من جهته دعا السيستاني القيادات الدينية والروحية الكبيرة إلى الحد من المآسي الإنسانية خلال توجهه وتوجيه القوى العظمى والأطراف المعنية نحو تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب، كما أكد اهتمامه بأن تعيش جميع الطوائف العراقية ومن بينهم المسيحيون في أمن وسلام ويكونون متمتعين بكامل حقوقهم الدستورية. ولقراءة أعمق في زيارة البابا فرانسيس للعراق، ينضم إلينا هاتفيا أستاذ العلوم السياسية الدكتور إحسان الشمري.
أهلا بحضرتك، يعني جولات ولقاءات متعددة لأطياف متنوعة. هل من رسائل يريد بابا الفاتيكان إرسالها من وراء هذه الزيارة التاريخية للعراق؟ أول رسالة هو السلام بالتحديد ما بين المكونات المجتمعية، خصوصا أن العراق خرج من عنف طائفي متبادل ما بين السنة والشيعة، وأيضا حرب ضد تنظيم داعش، لذلك العراق تحوز ما يكون لمساحة سلام وتعايش سلمي. لكن الجديد هو قضية احتلال العراق من قبل إيران، فيما يبدو بأن هناك دعوة من قبل البابا بأن يجنب الشعب العراقي التدخلات الخارجية، وحتى فيما يبدو بأنه أوصل رسالة إلى الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على مصادر القرار بأنه فليصمت السلاح، وهذا كان إشارة واضحة إلى هذه الفصائل في الداخل العراقي التي فيما يبدو بأنها كانت مسؤولة عن قتل المسيحيين وبعض مكونات الشعب العراقي. نعم، وبرأيك يعني كيف ستبني القيادة العراقية على نتائج هذه الزيارة فيما يتعلق بانخراط سياسي أوسع للطوائف العراقية؟ أنا أعتقد أن الحكومة وأيضا رئاسة الجمهورية ماضية باتجاه تعزيز مكاسب هذه الزيارة، لكن الطبقة السياسية هناك من يدين بالولاء إلى إيران، وبالتالي يضع الزيارة في إطار تآمري لأنها لم تزر المرجع أو ما يسمى بالولي الفقيه هناك في إيران، ولذلك تعرقل دوافع هذه الزيارة. لكن المستوى الترحيب من قبل الرئاسات وأيضا من قبل الشعب العراقي سيحبط هذه المحاولات، ومن ثم سيكون هناك تعزيز للتعايش السلمي على حساب هؤلاء المتطرفين في الداخل العراقي. ماذا عن جدول برنامج زيارة البابا فرانسيس غدا إلى نينوى؟ هل صدرت أي بيانات بشأن اللقاءات أو الجولات المدرجة على هذا الجدول؟ هو مخطط له يعني، ودفعت مؤسسة الضوئية بهذا الجدول. الأهم من وجهة نظري هو طبيعة لقائه بالمسيحيين هناك في قرطوش، منطقة قرطوش، وأيضا في سهل نينوى في الموصل، وهذا بحد ذاته يعني جزء من عملية تثبيت الأخوة المسيحيين في العراق، بالإضافة إلى لقائه ببعض الفعاليات المجتمعية هناك داخل محافظة الموصل التي شهدت تطرف تنظيم داعش الإرهاب. نعم، الأستاذ دكتور إحسان الشمري أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك على هذه المشاركة. اقترح رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة موسعة تضم 35 وزيرا، وذكرت مصادر ليبية أن المشاورات لا تزال مستمرة حول عدد من الحقائب الوزارية، وذلك قبيل جلسة مجلس النواب المقررة بعد غد للتصويت على منح ثقة لحكومة الدبيبة. يأتي هذا بينما توقعت مصادر أخرى أن يتم اليوم فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة في سرت بعد انسحاب المرتزقة من الخطوط الأمامية والمطار. قالت مصادر حكومية في اليمن إن معركة عنيفة قد أوقعت بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في مأرب شمالي البلاد 90 قتيلا من الطرفين خلال الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه ميليشيا الحوثي هجومها لانتزاع السيطرة على المدينة الاستراتيجية منذ حوالي الشهر. وأوضحت المصادر أن المعركة اندلعت على 6 جبهات. أفادت مصادر مطلعة بأن سلطات الحدود الأمريكية احتجزت نحو 100,000 مهاجر على الحدود مع المكسيك في فبراير الماضي، لتسجل بذلك أعلى معدل اعتقالات منذ عام 2006، وتظهر البيانات زيادة متصاعدة لأعداد المهاجرين على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، مع سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن بعض سياسات سلفه بخصوص القيود المفروضة على الهجرة.
قررت المملكة العربية السعودية رفع معظم الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا اعتبارا من الغد. وذكر بيان للداخلية السعودية أن قرار تخفيف الإجراءات سيشمل استئناف الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإعادة فتح دور العرض السينمائي والمراكز الترفيهية الداخلية وصالات المراكز الرياضية وخدمات الطلبات الداخلية في المطاعم وفي المقاهي، إلا أن بعض الأنشطة سوف تظل معلقة كالمناسبات والحفلات كافة واجتماعات الشركات وما في حكمها لحين إشعار آخر. في غضون ذلك سجلت الولايات المتحدة أكثر من 62 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و2405 وفيات، كما تجاوزت الهند أكثر من 18 ألف إصابة جديدة و109 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. من جهة أخرى، حث الدلاي لاما الزعيم الروحي لإقليم التبت جميع سكان الهند على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا لأهميته في الوقاية من مشكلات صحية خطيرة. وعقب تلقيه التطعيم في أحد المستشفيات شمالي الهند، أشاد الدلاي لاما بكفاءة التطعيم خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة أمس. كما أعلنت وزارة الصحة خروج 533 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام الشفاء وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143,143 حالة. أطلقت هيئة الدواء المصرية برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية. وصرح متحدث باسم هيئة الدواء بأن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابي بمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية من خلال منح شهادة اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية لبعض المستحضرات الصيدلية للمعايير التي تضعها هيئة الدواء. باشرت النيابة العامة التحقيقات في وفاة 18 مواطنا في حادث تصادم بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد. وفي بيان لها ذكرت النيابة أن فريقا انتقل مساء أمس لمعاينة مسرح حادث تصادم سيارة نقل بحافلة، وتبين وفاة 18 مواطنا وإصابة 5 آخرين جراء الحادث. كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين. وقد ضبط سائق السيارة ويجري استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه. عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وناقشت اللجنة 26 موضوعا بمحافظات البحيرة ودمياط والإسكندرية وجنوب سيناء والسويس والبحر الأحمر. تم قبول 18 طلبا لاستيفائها الشروط اللازمة وتأجيل 7 طلبات لاستكمال باقي الأوراق ورفض طلب واحد لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر ب 200 متر. وتعنى اللجنة بالموافقة على جميع التراخيص على طول الشواطئ ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر. مشاهدينا الكرام، أخبار المال والأعمال في نشرة الثانية مساء، كل التحية لحضراتكم. أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزا مهما لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف تنمية مستدامة، مشيرة إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهو سرد الشراكات الدولية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري خاصة في مواجهة أزمة كورونا باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومي. وأشار الوزير إلى أن ذلك سيأتي من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر شهر يونيو الماضي، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل الجائحة، وذلك على النحو الذي يساعد في زيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية. قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت الخام يكفي لمدة 5 أشهر، وأوضحت الوزارة أنه في إطار تعزيز أرصدة البلاد الاستراتيجية من الزيت التمويني تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على 60,000 طن زيت صويا خام صب مستورد، كما تعاقدت على 18,000 طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه المصري.